بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا فرق بين اعتقاد الإنسان أن الله حرم هذا وتوعد فاعله بالعقوبة المجملة، واعتقاده أن الله حرمه أو توعد عليه بعقوبة معينة، حيث إن كلا منهما إخبار عن الله تعالى، فكما جاز الإخبار عنه بالأول بمطلق الدليل فكذلك يجوز الإخبار عنه بالثاني، بل لو قال قائل: العمل بها في الوعيد أو كد كان صحيحا. ولهذا كانوا يتساهلون في أسانيد أحاديث الترغيب والترهيب ما لا يتساهلون في أسانيد أحاديث الأحكام، لأن اعتقاد الوعيد يحمل النفوس على الترك، فإن كان ذلك الوعيد حقا كان الإنسان قد نجا، وإن لم يكن الوعيد حقا بل عقوبة الفعل أخف من ذلك الوعيد لم يضر الإنسان إذا ترك ذلك الفعل، لم يضر الإنسان إذا ترك ذلك الفعل خطأه في اعتقاده زيادة العقوبة، لأنه إن اعتقد نقص العقوبة فقد يخطئ أيضا. وكذلك إن لم يعتقد في تلك الزيادة نفيا ولا إثباتا فقد يخطئ، فهذا الخطأ قد يهون الفعل عنده فيقع فيه فيستحق العقوبة الزائدة إن كانت ثابتة أو يقوم به سبب استحقاق ذلك. فإذا الخطأ في الاعتقاد على التقديرين، تقدير اعتقاد الوعيد وتقدير عدمه، سواء، والنجاة من العذاب على تقدير اعتقاد الوعيد أقرب، فيكون هذا التقدير أولى. وبهذا الدليل رجح عامة العلماء الدليل الحاضر على الدليل المبيح، وسلك كثير من الفقهاء طريقة الاحتياط في كثير من الأحكام بناء على هذا. وأما الاحتياط في الفعل فكالمجمع على حسنه بين العقلاء في الجملة، فإذا كان خوفه من الخطأ بنفي اعتقاد الوعيد مقابلا لخوفه من الخطأ في عدم هذا الاعتقاد، بقي الدليل الموجب لاعتقاده والنجاة الحاصلة في اعتقاده دليلين سالمين عن المعارض. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، فتقدم معنا أن المصنف رحمه الله رحمة واسعة ذكر أن الأدلة تنقسم إلى قطعي وظني، وتقدم الكلام على الدليل القطعي، وشرعنا في الكلام على الدليل الظني، وسوف نكمل الكلام عليه إن شاء الله في هذا المجلس. وقبل أن نبدأ من حيث وقفنا، أنبه إلى أمر يقرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كثيرا في تقسيم الأدلة إلى أدلة قطعية وأدلة ظنية، وهو أن هذا التقسيم ليس تقسيماً للأدلة باعتبار نفسها، وإنما هو تقسيم للأدلة باعتبار اعتقاد المعتقدين فيها. فقد يعتقد شخص
أن هذا الدليل قطعي، ويعتقد غيره من أهل العلم أن هذا الدليل ظني. فهذا التقسيم ليس تقسيما للأدلة باعتبار أنفسها، وإنما هو تقسيم لها باعتبار اعتقاد المعتقدين فيها. وأسباب القطع والظن كثيرة عند أهل العلم. بعد هذا التنبيه أشير إلى أو نشرع فيما وقفنا عنده في الدرس السابق، وهو أن الأكثرين من الفقهاء ذهبوا إلى أن أحاديث الوعيد يستدل بها في العمل وفي العلم. ونصب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على ذلك عددا من الأدلة، وقرر أنه هو مذهب السلف الصالح. وتقدم الكلام على الدليل الأول، وهو عمل الصحابة رضي الله عنهم، فقد كانوا يحتجون بأحاديث الوعيد في إثبات الوعيد كما يحتجون بها في إثبات العمل، وهذا منتشر بينهم من غير نكير، فيكون إجماعا سكوتيا. والدليل الثاني الذي تقدم معنا في الدرس السابق أن الوعيد حكم شرعي، فيثبت بالأدلة الظنية كما أن العمل يثبت بالأدلة الظنية. والمشترط فيما يتعلق بالوعيد هو أن يكون الحديث حديثاً ثابتاً، فيحصل بذلك الاعتقاد الصحيح، سواء أكان هذا الاعتقاد على سبيل اليقين أم كان على سبيل الظن. هذا كله تقدم معنا في الدرس السابق، ووقفنا عند الدليل الثالث. والدليل الثالث هو قياس أحكام الوعيد على أحكام العمل، فإن أحكام العمل متفق بين أهل العلم كما عرفنا من قبل أنها تثبت بالأدلة الظنية، فيقاس عليها أحكام الوعيد، لأنه لا فرق بينها، لأن كل منها إخبار عن الله سبحانه وتعالى. فأحكام العمل إخبار بأن الله سبحانه وتعالى أثبت هذا العمل، وأحكام الوعيد إخبار بأن الله سبحانه وتعالى توعد بالعقوبة على هذا العمل، فلا فرق بينها من هذه الجهة. ولهذا قال رحمه الله: لا فرق بين اعتقاد الإنسان أن الله حرم هذا وأوعد فاعله. فهو هنا يريد أن يقيس ماذا على ماذا؟ يريد أن يقيس محل الخلاف الذي هو أحكام الوعيد على محل الاتفاق الذي هو أحكام العمل، فيقول: لا فرق بين اعتقاد الإنسان أن الله حرم هذا وهذا عمل، وأوعد فاعله بالعقوبة وهذا وعيد، واعتقاد أن الله سبحانه وتعالى حرمه وأوعد عليه بعقوبة معينة، من حيث إن كل منهما إخبار عن الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الجامع بينهما، وهو أن كل منهما إخبار عن الله سبحانه وتعالى. فكما جاز الإخبار عنه، يعني عن الله، بالأول الذي هو العمل في قول الإنسان إن الله حرم هذا بمطلق الدليل، فكذلك الإخبار عنه
بالثاني، أي الإخبار عن الله سبحانه وتعالى بالوعيد في قول الإنسان إن الله أوعد على هذا. هذا هو الدليل الثالث. الدليل الرابع ذكره في قوله بل لو قال قائل إلى آخره. وإيضاح هذا الدليل أنه لو قال شخص إن العمل بأخبار الآحاد في الوعيد في باب الوعيد أوكد منه في باب العمل لكان هذا القول قولا صحيحا، وذلك لأن اعتقاد الوعيد يحمل الإنسان على ترك المتوعد عليه كما أنه أحوط للإنسان، أليس كذلك؟ فلهذا لو قال إنسان إن العمل بأخبار الآحاد في باب الوعيد آكد منه في باب العمل لكان هذا القول قولا صحيحا، وذلك لأن الإنسان إذا اعتقد الوعيد الواردة في الخبر فإنه يحمله على ترك المتوعد عليه كما أنه يكون أحوط للإنسان. ولهذا فإن الفقهاء يسهلون في أحاديث الترغيب والترهيب وهي من قبيل ماذا؟ من قبيل الوعيد، ولا يسهلون في أحاديث الأحكام وهي من قبيل ماذا؟ وهي من قبيل العمل. فيدل كذلك على أن العمل بأخبار الآحاد في باب الوعيد آكد من العمل بأخبار الآحاد في باب العمل. وإيضاح هذا الدليل المصنف رحمه الله لما ذكر هذا الدليل بسطه وزاده إيضاحا وتقريرا. إيضاح هذا الدليل أن الوعيد الواردة في خبر الآحاد لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون هذا الوعيد صحيحا، وبناء على هذا فإن الإنسان إذا ترك العمل المتوعد عليه يكون قد نجا منه، أليس كذلك؟ وسلم من الوعيد. هذه الحال الأولى، وهي ما إذا كان الوعيد الوارد في الحديث صحيحا فإن الإنسان إذا ترك المتوعد عليه يكون قد نجا من الوعيد الوارد فيه. الحال الثانية أن يكون الوعيد الوارد في خبر الآحاد ليس صحيحا، وحينئذ لا يخلو الأمر من ثلاث صور، وهذه الصور ذكرها المصنف رحمه الله في أثناء كلامه لكنها تحتاج يعني إلى الانتباه وتركيز حتى نتصورها تصورا حسنا. فقال الحال الثانية أن يكون الوعيد الوارد في الحديث ليس صحيحا، وحينئذ لا يخلو الأمر من ثلاث صور. الصورة الأولى أن يعتقد الإنسان أن الوعيد المترتب على العمل أنقص من الوعيد الوارد في الحديث، والحال الثانية ألا يعتقد شيئا فلا يعتقد أن الوعيد الوارد في الحديث أنقص أو أكثر أو مساوٍ. الحال الثالثة أن يعتقد الوعيد الوارد في الحديث، أو فهذه ثلاث صور. فالصورة الأولى أن يعتقد أن الوعيد أنقص، والصورة الثانية ألا يعتقد شيئاً، والصورة الثالثة أن يعتقد الوعيد الوارد في الخبر. فأما
الصورة الأولى وهي ما إذا اعتقد أن الوعيد الوارد في الخبر أن ما إذا اعتقد أن الوعيد أقل وأنقص من الوعيد الوارد في الخبر، فإن هذا يترتب عليه أنه يسهل عليه فعل المحرم، أليس كذلك؟ يهون عليه فعل المتوعد عليه لأنه يعتقد أن العقوبة أنقص مما ورد في الخبر. الصورة الثانية وهي ما إذا لم يعتقد شيئا، فإنه يترتب عليه أنه يسهل عليه ويهون عليه فعل المتوعد عليه في الحديث. الصورة الثالثة وهي ما إذا اعتقد الوعيد الوارد في الحديث، فإنه يترتب على ذلك أنه يمتنع من فعل المتوعد عليه في الحديث. ولو فرضنا، وهذا يكون أحوط له، ولو فرضنا أنه أخطأ في الاعتقاد فإن ذلك لا يضره، لو فرضنا أنه أخطأ في هذا الاعتقاد فإن هذا الخطأ لا يضره بل يكون أحوط له. والمصنف رحمه الله ذكر الحالة الأولى حتى نفهم كلامه رحمه الله إذا رجعنا لقراءته، ذكر الحالة الأولى وهي ما إذا اعتقد أن الوعيد صحيح في قوله فإن كان ذلك الوعيد حقا كان الإنسان قد نجا، يعني من هذا الوعيد. ثم ذكر الحالة الثانية فقال وإن لم يكن الوعيد حقا، وهذه هي الحال الثانية، وذكر الصورة الأولى فقال بل عقوبة الفعل أخف من ذلك الوعيد، يعني أنقص من الوعيد الوارد في الحديث، لم يضر الإنسان إذا ترك ذلك الفعل خطأه في اعتقاد زيادة العقوبة، لأنه إن اعتقد نقص العقوبة فقد يخطئ أيضا. هذه الصورة الأولى، فإذا اعتقد نقص العقوبة وترك الفعل فإن ذلك لا يضره، لكن اعتقاده كما سيأتي لنقص العقوبة يسهل عليه الوقوع في الفعل. وكذلك إن لم يعتقد، وهذه الصورة الثانية، إن لم يعتقد في تلك الزيادة نفيا ولا إثباتا فقد يخطئ. فهذا الخطأ يعني في الأمرين في الصورتين قد يهون الفعل عنده، يعني قد يسهل عليه الوقوع في المحرم فيقع فيه فيستحق العقوبة الزائدة إن كانت ثابتة، أو يقوم به سبب استحقاق ذلك، فإن الخطأ في الاعتقاد على التقديرين يعني في الصورتين تقدير اعتقاد الوعيد وتقدير عدمه سواء يعني في الاحتمال. ثم ذكر الصورة الثالثة فقال والنجاة من العذاب على تقدير الوعيد أقرب، فيكون هذا التقدير أولى. فالذي يريد أن يصل له شيخ الإسلام رحمه الله أن العبد إذا اعتقد الوعيد الوارد في الحديث وتركه فإنه يكون أحوط له وأسلم. ثم قال وبهذا الدليل، يعني دليل ماذا؟ دليل الاحتياط. بهذا الدليل أي دليل الاحتياط والحرص على السلامة من الوقوع في الوعيد، عمل العلماء بأصلين. الأصل الأول أنه إذا تعارض دليل حاضر ودليل مبيح فإنهم يقدمون الدليل الحاضر لأنه أحوط. ومن أمثلة ذلك الجمع
بين الأختين الأمتين في النكاح، فقد جاء ما يدل على ما ظاهره الحظر، وهو قوله سبحانه وتعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، فإن ذلك يشمل الأختين الحرتين والأختين الأمتين. وجاء ما ظاهره الإباحة، وهو قوله سبحانه وتعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، فإن قوله ما اسم موصول يدل على العموم، فيدخل فيه الأختان الأمتان. فهنا تعارض دليلان، أحدهما يفيد الحظر والآخر يفيد الإباحة، فيقدم الدليل الحاضر. لماذا؟ لأنه أحوط. الأصل الثاني الاحتياط، والاحتياط كما يقول أبو بكر الجصاص، أبو بكر الرازي الشهير بالجصاص، الاحتياط أصل كبير من أصول الفقه، أصل عظيم من أصول الدين، ودل عليه أدلة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والاحتياط ذكر المصنف رحمه الله في درج كلامه أنه نوعان: النوع الأول احتياط في الأحكام، والنوع الثاني احتياط في الفعل. فذكر النوع الأول في قوله: وسلك كثير من الفقهاء دليل الاحتياط في كثير من الأحكام بناء على هذا، يعني بناء على هذا العمل، فهذا فيه تنبيه على النوع الأول وهو الاحتياط في الأحكام. والاحتياط في العمل ذكره في قوله: وأما الاحتياط في الفعل فكالمجمع على حسنه بين العقلاء في الجملة. فإن قلت: ما الفرق بين الاحتياط في الأحكام والاحتياط في الفعل؟ فالجواب على هذا أن المجتهد قد ينظر في الأحكام فيرجح ما يرى أنه أحوط وإن لم يعمل بهذا، فهذا احتياط في ماذا؟ احتياط في الأحكام. والاحتياط في العمل أن ينظر المكلف في، أو أن يتردد المكلف بين فعلين، أحدهما أحوط وأبرأ للذمة والآخر ليس كذلك، فيفعل ما هو أحوط له. فهذا إيضاح الفرق بين الاحتياط في الأحكام والاحتياط في الأفعال. ثم قال: فإذا كان خوفه، يعني خوف المكلف من الخطأ بنفي اعتقاد الوعيد، مقابلا لخوفه من الخطأ في عدم الاعتقاد، بقي الدليل الموجب لاعتقاده والنجاة الحاصلة في اعتقاده سالمين عن المعارض. وإيضاح كلامه أن المكلف إذا تردد بين اعتقاد عدم الوعيد، وهي الصورة الأولى، وعدم اعتقاد الوعيد، إذا تردد بين اعتقاد أن الوعيد لا يحصل، أو عدم اعتقاد الوعيد وهي الصورة الثانية، بأن لا يعتقد شيئا، فلا يعتقد أن الوعيد أكثر أو مساو أو أقل، فإن هاتين الصورتين تتعارضان، وإذا تعارضتا فإنهما يتساقطان، وتبقى الصورة الثالثة سالمة من المعارض، ويبقى الدليل الذي ورد فيه الوعيد سالما أيضا من المعارض. ولهذا قال، انتبه لكلامه: فإذا كان خوفه من الخطأ بنفي اعتقاد الوعيد، وهذه الصورة ماذا؟ نفي اعتقاد الوعيد، يعني إذا اعتقد أن الحديث ليس فيه وعيد
وأن الوعيد أنقص أو أن الوعيد أنقص، فهذه الصورة الأولى. فإذا كان خوفه من الخطأ بنفي اعتقاد الوعيد مقابلاً لخوفه من الخطأ في عدم اعتقاد هذا الوعيد، وهي الصورة الثانية، بقيت الصورة الثالثة. فقال: بقي الدليل الموجب لاعتقاده، يعني لاعتقاد الوعيد، مع النجاة الحاصلة في اعتقاده دليلين سالمين عن المعارض. وحينئذ إذا بقيت الصورة الثالثة السالمة من المعارض فإنها يعمل بها. هذا حاصل مراد شيخ الإسلام رحمه الله. نعم. ثم أورد اعتراضاً على هذا الدليل فقال: قال: وليس لقائل أن يقول عدم الدليل القطعي على الوعيد دليل على عدمه، كعدم الخبر المتواتر على القراءات الزائدة على ما في المصحف، لأن عدم الدليل لا يدل على عدم المدلول عليه. ومن قطع بنفي شيء من الأمور العلمية لعدم الدليل القاطع على وجودها كما هو طريقة طائفة من المتكلمين فهو مخطئ خطأ بينا. لكن إذا علمنا أن وجود الشيء مستلزم لوجود الدليل وعلمنا عدم الدليل قطعنا بعدم الشيء المستلزم، لأن عدم اللازم دليل على عدم الملزوم. وقد علمنا أن الدواعي متوفرة على نقل كتاب الله ودينه، فإنه لا يجوز على الأمة كتمان ما يحتاج الناس إلى نقله حاجة عامة. فلما لم ينقل نقل عام صلاة سادسة ولا سورة أخرى علمنا يقينا عدم ذلك. وباب الوعيد ليس من هذا الباب، فإنه لا يجب في كل وعيد على فعل أن ينقل نقلا متواترا كما لا يجب في حكم ذلك الفعل. فثبت أن الأحاديث المتضمنة للوعيد يجب العمل بها في مقتضاها باعتقاد أن فاعل ذلك الفعل متوعد بذلك الوعيد، لكن لحوق الوعيد به متوقف على شروط وله موانع. نعم. لما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الوعيد يثبت بالأدلة الظنية كما يثبت بالأدلة القطعية وأقام الأدلة على هذا، ذكر اعتراضاً. وفائدة هذه الاعتراضات هي تحرير الأدلة السابقة وتقويتها، ولهذا العلماء دائماً يذكرون الأدلة ثم يريدون بعدها الاعتراضات، سواء أكانت هذه الاعتراضات اعتراضات واقعية صحيحة أم كانت اعتراضات افتراضية مقدرة يقدرها العالم في ذهنه، وأن المخالف قد يورد هذا الاعتراض ثم يجيب عنه. فهذه هي فائدة الاعتراضات فيما يتعلق بالمسألة، وهي تحرير المسألة وزيادة إيضاحها، كما أن لها فائدة تربوية للمتعلم، وهي تقوية الذهن وتمرينه على النظر الصحيح والتفكير للوصول إلى الصواب بطريقة علمية منظمة. وشيخ الإسلام رحمه الله ممن فتح الله عليه في الاستدلال وفتح عليه في نقض أدلة المخالفين وفي افتراض الاعتراضات التي يمكن أن يوردها المخالفون. وهذا الاعتراض الذي ذكره هنا حاصله أنه لو قال قائل إن عدم وجود الدليل القطعي يدل على عدم وجود الوعيد، وذلك كعدم وجود التواتر في القراءة الشاذة فإنه يدل على عدم الاحتجاج بها،
نقول لو قال قائل إن عدم وجود الدليل القطعي في باب الوعيد يدل على عدم ثبوت الوعيد، وذلك نظير القراءة الشاذة، فإن عدم تواترها يدل على عدم صحة الاحتجاج بها، والقراءة الشاذة كما يعرفها الأصوليون هي القراءة الصحيحة التي لم تنقل على وجه التواتر، القراءة الصحيحة التي نقلت آحادا، هذه قراءة شاذة والاحتجاج بها محل خلاف بين أهل العلم، ليس هذا موضع بيانه. هذا مفاد الاعتراض الذي افترضه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأجاب عنه بثلاثة وجوه، وأرجو أن تنتبهوا لهذه الوجوه لأن بعضها يحتاج إلى التأمل وانتباه. الوجه الأول يتعلق بقاعدة من قواعد الدليل، وهو أن عدم الدليل لا يدل على عدم المدلول، وهذه قاعدة، أن القاعدة في باب الدليل لا يدل على عدم المدلول، فعدم وجود الدليل من القرآن على ثبوت الشفعة مثلاً لا يدل على عدم ثبوت الشفعة لأنها ثابتة بدليل آخر، وكذلك عدم وجود الدليل على من القرآن على حكم السواك لا يدل على أن السواك مسنون لأنه ثابت بدليل آخر، وكذلك عدم وجود ميراث الجدة في القرآن لا يدل على أنها لا ترث لأن ميراثها ثابت بالسنة. فالعلماء يقولون عدم الدليل لا يلزم منه عدم المدلول لأن الحكم قد يثبت بدليل آخر، فعدم الدليل لا يدل على عدم المدلول الذي هو الحكم لأن المدلول قد يثبت بدليل آخر. فكذلك في هذا الباب انتبه، عدم الدليل القطعي لا يدل على عدم الوعيد لأنه يمكن أن يثبت بدليل ظني. فانظر كيف طبق شيخ الإسلام رحمه الله هذه القاعدة على إثبات الوعيد بالدليل الظني. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني يتعلق أيضا بقاعدة من قواعد الدليل، وهي أن وجود المدلول يستلزم وجود الدليل، وعدم المدلول يستلزم عدم الدليل، لأن المدلول لا يمكن أن يثبت إلا بدليل. فالقاعدة في الاستدلال أن وجود المدلول الذي هو الحكم يستلزم وجود الدليل، وعدم المدلول يستلزم عدم الدليل. ولهذا يقول العلماء بعبارة أخرى عدم اللازم يستلزم عدم الملزوم، واللازم هو الحكم والملزوم هو الدليل، فيقولون عدم اللازم يدل على عدم الملزوم، فإذا عدم الحكم دل ذلك على عدم الدليل،
لكن العكس وهو أن عدم الدليل لا يدل على عدم المدلول، لأن المدلول قد يثبت بدليل آخر. وبناء على هذا، فإذا علمنا عدم الدليل المقتضي للوعيد علمنا عدم الوعيد، وإذا علمنا وجود الوعيد علمنا وجود الدليل على هذا الوعيد، سواء أكان هذا الدليل قطعياً أم كان هذا الدليل ظنياً. وسنعود لقراءة كلام شيخ الإسلام رحمه الله حتى نفهمه. نقول بناء على هذا، فإذا علمنا عدم الدليل المقتضي، فإذا علمنا وجود الدليل المقتضي للوعيد علمنا وجود الوعيد، وإذا علمنا عدم الوعيد الذي هو اللازم علمنا عدم الدليل الذي هو الملزوم، سواء أكان هذا الدليل قطعيا أم كان هذا الدليل ظنيا. الدليل الثالث أو الوجه الثالث أن باب الوعيد ليس من الأبواب التي تتوفر الدواعي على نقلها، فلهذا لا يلزم أن يثبت بدليل قطعي، بل يجوز أن يثبت بدليل ظني. فباب الوعيد ليس من الأبواب التي تتوفر الهمم والدواعي على نقلها، بخلاف نقض الوضوء مثلا، أو قراءة الفاتحة في الصلاة، أو إثبات الخيار في البيع، أو الولي في النكاح، فهذه تتوفر الدواعي على نقلها. فيقول باب الوعيد ليس من الأبواب التي تتوفر الهمم على نقلها، فلا يشترط فيها أن تنقل على وجه التواتر، فثبت بذلك أن الأحاديث المتضمنة للوعيد يجب العمل بمقتضاها، سواء أكانت قطعية أم كانت ظنية، لكن العمل بمقتضاها مشروط بشرط كما تقدم معنا، وهو وجود الشرط وانتفاء المانع، وموانع إنفاذ الوعيد تقدمت معنا في الدرس السابق. أعد الاعتراض والجواب عنه. قال: وليس لقائل أن يقول عدم الدليل القطعي على الوعيد دليل على عدمه. دليل على عدمه، الضمير هنا راجع إلى أي شيء؟ راجع إلى الوعيد، يعني دليل على عدم الوعيد. ثم قاس ذلك على مسألة وهي الاحتجاج بالقراءة الشاذة، فقال: كعدم الخبر المتواتر على القراءات الزائدة على ما في المصحف. نعم، فإنه تتمة الاستدلال، فإنه يدل على عدم الاحتجاج بها، هذا الاعتراض. ثم أجاب عن هذا الاعتراض من وجوه. الوجه الأول قال: لأن عدم الدليل لا يدل على عدم المدلول عليه. نعم، وهذه كما عرفنا قاعدة من قواعد الدليل، أن عدم الدليل المعين لا يدل على عدم المدلول عليه وهو الحكم. لماذا؟ لأن المدلول عليه قد يثبت بدليل آخر. نعم. ومن قطع بنفي شيء من الأمور العلمية لعدم الدليل القاطع على وجودها كما هو طريقة طائفة من المتكلمين فهو مخطئ خطأ بينا. نعم. نعم، ثم بدأ يتكلم على الوجه الثاني، والوجه الثاني يعتبر تكميلا للوجه الأول، فقال: لكن إذا علمنا أن وجود الشيء مستلزم لوجود الدليل. أن وجود الشيء يعني أن وجود المدلول، مقصوده بالشيء هنا المدلول. نعم، مستلزم لوجود الدليل، وعلمنا عدم الدليل قطعنا بعدم الشيء المستلزم،
لأن عدم اللازم دليل على عدم الملزوم. نعم، لأن عدم اللازم الذي هو المدلول دليل على عدم الملزوم الذي هو الدليل. نعم. ثم ذكر الوجه الثالث فقال: وقد علمنا أن الدواعي متوفرة على نقل كتاب الله ودينه، فإنه لا يجوز على الأمة كتمان ما يحتاج الناس إلى نقله حاجة عامة، فلما لم ينقل نقل عام صلاة سادسة ولا سورة أخرى علمنا يقينا عدم ذلك. وباب الوعيد ليس من هذا الباب، ليس من هذا الباب، يعني باب ما تتوفر الدواعي على نقله. نعم. فإنه لا يجب في كل وعيد على فعل أن ينقل نقلا متواترا، كما لا يجب في حكم ذلك الفعل، فثبت أن كما لا يجب ذلك في حكم ذلك الفعل، يعني كما أن الفعل لا يشترط فيه أن ينقل نقلا متواترا، فكذلك الوعيد لا يشترط فيه أن ينقل نقلا متواترا. ثم خلص إلى النتيجة التي يريد تقريرها فقال: فثبت، هذا ما يريد أن يتوصل له رحمه الله. نعم. فثبت أن الأحاديث المتضمنة للوعيد يجب العمل بها في مقتضاها باعتقاد أن فاعل ذلك الفعل متوعد بذلك الوعيد، لكن لحوق الوعيد به متوقف على شروط وله موانع، كما تقدم إيضاح ذلك وبسطه. ثم ذكر 9 أمثلة يوضح فيها أن الوعيد يثبت بالدليل الظني إذا وجدت شروطه وانتفت موانعه، وهذه الأمثلة معناها واحد، لكنه رحمه الله يكثر الأمثلة لزيادة الإيضاح والبيان ولتأكيد صحة القاعدة، وأن هذه القاعدة لم تثبت بمثال أو مثالين، بل تثبت بأمثلة عديدة، وإذا انتهى من الأمثلة عديدة قال: وهذا باب واسع والأمثلة في ذلك كثيرة. نعم، اقرأ. قال: وهذه القاعدة تظهر بأمثلة. أمثلة ذكرنا أنه ذكر 9. نعم. منها أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. وصح عنه من غير وجه أنه قال لمن باع صاعين بصاع يدا بيد: أوه عين الربا، كما قال: البر بالبر ربا إلا هاء وهاء الحديث. وهذا يوجب دخول نوعي الربا، ربا الفضل وربا النسأ في الحديث. ثم إن الذين بلغهم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة فاستحلوا بيع الصاعين بالصاع يدا بيد، مثل ابن عباس رضي الله عنهما وأصحابه أبي الشعثاء وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير وعكرمة وغيرهم من أعيان المكيين الذين هم صفوة الأمة علما وعملا، لا يحل لمسلم أن يعتقد أن أحدا منهم بعينه أو من قلده، بحيث يجوز تقليده تبلغهم لعنة آكل الربا، لأنهم فعلوا ذلك متأولين تأويلا سائغا في الجملة. نعم، والتأويل السائغ له ضابط عند أهل العلم، وهو ما له وجه في اللغة أو في الشرع، هذا هو التأويل السائغ، ما له وجه في اللغة أو في الشرع، لكن لا يلزم من كون له وجه أنه صحيح، لكن المقصود أن له مأخذا معتبرا، وهذا المأخذ قد تبطله وترده الأدلة الأخرى. وابن عباس رضي الله عنه ثبت عنه أنه رجع عن قوله في هذه المسألة ووافق عامة أهل العلم في تحريم ربا الفضل. نعم. قال: وكذلك ما نقل عن طائفة من فضلاء المدنيين من إتيان المحاش مع نعم. هذا هو المثال الثاني، والمقصود بالمحاش أدبار النساء. نعم. مع ما رواه أبو داود رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
من أتى امرأة في دبرها فهو كافر بما أنزل على محمد. وكذلك قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن في الخمرة عشرة: عاصر الخمر ومعتصرها وشاربها. الحديث هذا المثال الثالث. نعم. وثبت عنه من وجوه أنه قال: كل شراب أسكر فهو خمر، وقال: كل مسكر خمر. وخطب عمر رضي الله عنه على منبره بين المهاجرين والأنصار فقال: الخمر ما خامر العقل، وأنزل الله تحريم الخمر، وكان سبب نزولها ما كانوا يشربونه في المدينة، ولم يكن لهم شراب إلا الفضيخة، لم يكن لهم من خمر الأعناب شيء. وقد كان رجال من أفاضل الأمة علما وعملا. الفضيخ هو شراب يتخذ من البسر، والبسر هو البلح، ويسمى الزهو. نعم. قبل أن يبدأ فيه الرطب، قبل أن يرطب، هذا يسمى فضيخا. نعم. وقد كان رجال من أفاضل الأمة علما وعملا من الكوفيين يعتقدون أن لا خمر إلا من العنب، وأن ما سوى العنب والتمر لا يحرم من نبيذه إلا بمقدار ما يسكر، ويشربون ما يعتقدون حلة. فلا يجوز أن يقال إن هؤلاء مندرجون تحت الوعيد، لما كان لهم من العذر الذي تأولوا به أو لموانع أخر. وكذلك لا يجوز أن يقال إن الشارب الذي شربوا إن الشراب الذي شربوه ليس من الخمر الملعون شاربها. نعم. وهو الشراب من الفضيخ. نعم. قال: لأنه سبب النزول كما تقدم. والقاعدة أن سبب النزول يكون دخوله قطعيا في اللفظ العام. نعم. قال: فإن سبب القول العام لا بد أن يكون داخلا فيه، يعني لا بد أن يكون داخلا فيه قطعا، فلا يجوز تخصيصه. بناء على هذا لا يجوز أن يخصص، لأنه داخل في العموم قطعا. نعم. ولم يكن بالمدينة خمر من العنب. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن البائع للخمر، وقد باع بعض الصحابة خمرا حتى بلغ عمر رضي الله عنه فقال: قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها. ولم يكن يعلم أن بيعها محرم، ولم يمنع عمر رضي الله عنه علمه بعدم علمه أن يبين جزاء هذا الذنب ليتناهى هو وغيره عنه بعد بلوغ العلم به. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم العاصر والمعتصر، وكثير من الفقهاء يجوزون للرجل أن يعتصر لغيره عنبا وإن علم أن من نيته أن يتخذه خمرا. فهذا نص في لعن العاصر مع العلم بأن المعذور تخلف الحكم عنه لمانع. الدليل الرابع: وكذلك لعن الواصلة والموصولة في عدة أحاديث صحاح، ثم من الفقهاء من يكرهه فقط، فلا يدخلون في هذا اللعن. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المثال الخامس: إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. ومن الفقهاء من يكرهه كراهة تنزيه، فلا يدخل في الوعيد الوارد في الحديث. نعم. السادس: وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، يجب العمل به في تحريم اقتتال المؤمنين بغير حق. ثم إنا نعلم أن أهل الجمل وصفين ليسوا في النار، لأن لهم عذراً وتأويلاً في القتال وحسنات منعت المقتضى أن يعمل عمله. منعت المقتضية، يعني منعت السبب أن يعمل عمله، والسبب ما هو؟ القتال، أن يترتب عليه الوعيد المذكور في الحديث. نعم. وهناك فرق بين المقتضي والمقتضى مذكور في كتب وصول الفقه، لا حاجة إلى ذكره الآن. نعم. المثال السابع: وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح:
ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل على فضل ماء يمنعه ابن السبيل فيقول الله له اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا إن أعطاه رضي وإن لم يعطه سخط. ورجل حلف على سلعة بعد العصر كاذبا لقد أعطي بها أكثر مما أعطي. فهذا وعيد عظيم لمن منع فضل مائه مع أن طائفة من العلماء يجوزون للرجل أن يمنع فضل مائه. فلا يمنعنا هذا الخلاف أن نعتقد تحريم هذا محتجين بالحديث، ولا يمنعنا مجيء الحديث أن نعتقد أن المتأول معذور في ذلك لا يلحقه هذا الوعيد. وهذا كلام نفيس، لأن فيه توازنا من جهة العمل بما دل عليه الحديث ومن جهة إعذار العلماء ورفع الملام عنهم. نعم. المثال الثامن. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له. وهو حديث صحيح قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير وجه وعن أصحابه رضي الله عنهم، مع أن طائفة من العلماء صححوا نكاح المحلل مطلقا، يعني من غير شرط. نعم. ومنهم من صححه إذا لم يشترط في العقد، ولهم في ذلك أعذار معروفة. فإن قياس الأصول عند الأول، وهو من صحح النكاح مطلقا، أن النكاح لا يبطل بالشروط كما لا يبطل بجهالة أحد العوضين. وقياس الأصول عند الثاني وهو من صححه إذا لم يشترط التحليل في العقد. نعم. أن العقود المجردة عن شرط مقترن لا تغير أحكام العقود، ولم يبلغ هذا الحديث من قال هذا القول. هذا هو الظاهر، فإن كتبهم المتقدمة. نعم، هذا هو الظاهر، وهو أنه لم يبلغهم هذا الحديث. فإن كتبهم المتقدمة لم تتضمنه، يعني لم يذكر في هذا الحديث. عندما ذكروا المسألة واستدلوا لها لم يذكروا حديث اللعن، حديث لعن الله المحلل والمحلل له. قال: ولو بلغهم لذكروه آخذين به أو مجيبين عنه، أو بلغهم وتأولوه أو اعتقدوا نسخه، أو كان عندهم ما يعارضه. فنحن نعلم أن مثل هؤلاء لا يصيبه هذا الوعيد لو أنه فعل التحليل معتقدا حله على هذا الوجه. ولا يمنعنا ذلك أن نعلم أن التحليل سبب لهذا الوعيد وإن تخلف في حق بعض الأشخاص لفوات شرط أو وجود مانع. وهذا تأكيد لما سبق تقريره في مواطن من نظرة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المتوازنة في العمل بما دل عليه الحديث مع إعذار العلماء الذين خالفوه لوجود سبب العذر. وهذا العذر وإن وجد في حقهم إلا أنه لا يوجد في حق من بلغه الحديث وفهم دلالته على الحكم. المثال الأخير. وكذلك استلحاق معاوية رضي الله عنه زياد بن أبيه المولود على فراش الحارث بن كلدة، لكون أبي سفيان رضي الله عنه كان يقول إنه من نطفته، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. وقال: من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. حديث صحيح. وقضى أن الولد للفراش وهو من الأحكام المجمع عليها. فنحن نعلم أن من انتسب إلى غير الأب الذي هو صاحب الفراش فهو داخل في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنه لا يجوز أن يعين أحد دون الصحابة، فضلاً عن الصحابة. فيقال إن هذا الوعيد لاحق له لإمكان أنه لم يبلغهم قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الولد للفراش، واعتقدوا أن الولد لمن أحبل أمه، واعتقدوا أن أبا سفيان هو المحبل لسمية أم زياد.
فإن هذا الحكم قد يخفى على كثير من الناس لا سيما قبل انتشار السنة، مع أن العادة في الجاهلية فإن هذا الحكم وهو أن الولد للفراش. نعم. لا سيما قبل انتشار السنة مع أن العادة في الجاهلية كانت هكذا أو لغير ذلك من المواقف. العادة في الجاهلية كانت هكذا، يعني لمن عرف أنه أحبل الجارية لا للفراش. نعم. أو لغير ذلك من الموانع المانعة هذا المقتضي للوعيد أن يعمل عمله من حسنات تمحو السيئات وغير ذلك، وهذا باب واسع. يعني الأمثلة كثيرة جدا. نعم. وهذا باب واسع، فإنه يدخل فيه جميع الأمور المحرمة بكتاب أو سنة، إذا كان بعض الأئمة لم تبلغهم أدلة التحريم فاستحلوها، أو عارض تلك الأدلة عندهم أدلة أخرى رأوا رجحانها عليها مجتهدين في ذلك الترجيح حسب عقلهم وعلمهم. نعم. ثم ذكر كلاما مهما في التحريم، بين فيه أن التحريم يتعلق به ثلاثة أمور، فقال: فإن التحريم له أحكام من التأثيم والذم والعقوبة والفسق وغير ذلك. هذا الأمر الأول، أن التحريم يترتب عليه أحكام وآثار. الأمر الثاني قال: لكن لها شروط. هذه الأحكام والآثار المترتبة على الحديث على التحريم لها شروط. الأمر الثالث وموانع، فقد توجد الشروط لكن لا تترتب الأحكام لوجود الموانع، وقد يثبت التحريم لكن لا تثبت الآثار لعدم وجود الشروط المترتبة على ذلك، فلا يلزم من وجود التحريم أن تترتب عليه آثاره، لأنه قد يوجد التحريم ولا توجد آثاره، إما لعدم الشرط وإما لوجود المانع. نعم. فقد يكون التحريم ثابتاً، فهذه ثلاثة أمور تترتب على التحريم: الآثار المترتبة عليه، والشروط، والموانع، فلا بد من ملاحظتها للحوق الوعيد. نعم. فقد يكون التحريم ثابتاً وهذه الأحكام منتفية لفوات شرطها أو وجود مانعها، أو يكون التحريم منتفياً في حق ذلك الشخص مع ثبوته في حق غيره. وإنما رددنا الكلام لأن للناس إنما رددنا الكلام يعني كررناه وأعدناه. وإنما رددنا الكلام لأن للناس في هذه المسألة قولين، أحدهما وهو قول عامة السلف والفقهاء أن حكم الله واحد، وأن من خالفه باجتهاد سائغ مخطئ معذور ومأجور، فعلى هذا يكون ذلك الفعل الذي فعله المتأول بعينه حراما، لكن لا يترتب أثر التحريم عليه لعفو الله عنه، فإنه لا يكلف نفسا إلا وسعها. والثاني أنه في حقه ليس بحرام لعدم بلوغ دليل حدود التحريم له، وإن كان حراما في حق غيره فتكون نفس حركة ذلك الشخص ليست حراما، والخلاف متقارب وهو شبيه بالاختلاف في العبارة. نعم. يقول: إنما أعدنا الكلام في هذه المسألة، وهي أن الإمام والعالم إذا خالف حديثا فيه وعيد لا يلحقه هذا الوعيد، لأن العلماء في هذه المسألة من السلف لهم قولان. القول الأول أن هذا الوعيد الوارد في الحديث ثابت، لكنه لا يترتب في حق هذا العالم لوجود المانع، فلا يلحقه الوعيد لوجود المانع، لأنه خالف الحديث إما لعدم علمه وإما باجتهاد من الاجتهادات السائغة. والقول الثاني هو أن الفعل في حق هذا العالم الذي خالف الدليل ليس بحرام
لأنه خالفه باجتهاد سائر، وإن كان حراما في حق غيره. ونتيجة هذين القولين واحدة، وهي أن هذا العالم لا يلحقه لا يلحقه الإثم، ولهذا قال والخلاف متقارب، وهو شبيه بالاختلاف في العبارة، يعني شبيه بأن يكون خلافا لفظيا، سواء قلنا إن الفعل عليه حرام لكن لا يلحقه الإثم لوجود المانع، أو قلنا إنه ليس حراما عليه وإنما يحرم على غيره. قال والثاني أنه في حقه ليس بحرام لعدم بلوغ دليل التحريم له، وإن كان حراما في حق غيره فتكون نفس حركة ذلك الشخص ليست حراما، والخلاف متقارب وهو شبيه بالاختلاف في العبارة. فهذا هو الذي يمكن أن يقال في أحاديث الوعيد إذا صادفت محل خلاف، إذ العلماء مجمعون على الاحتجاج بها في تحريم الفعل المتوعد عليه، سواء كان محل وفاق أو خلاف، بل أكثر ما يحتاجون إليه الاستدلال بها في موارد الخلاف، لكن اختلفوا في الاستدلال بها على الوعيد إذا لم تكن قطعية على ما ذكرناه. نعم، هذا تأكيد لما سبق ذكره، وهو أن محل الخلاف في أحاديث الوعيد إنما هو الاستدلال بها في باب الوعيد لا في الاستدلال بها في باب العمل، فإن العلماء متفقون على أنه يحتج بها في باب العمل. وبهذا انتهى المصنف رحمه الله من الكلام على المسألة العظيمة، وهي أن العالم إذا عمل بخلاف مقتضى دليل فيه وعيد لا يلحقه الوعيد المترتب عليه، وأقام الأدلة وأورد الاعتراضات الممكنة وأجاب عنها، ثم ختم الكتاب باعتراض جليل افترضه رحمه الله وأجاب عليه باثني عشر وجها. وفي الدروس القادمة إن شاء الله سوف نتعرف على هذا الاعتراض وعلى إجابات ابن تيمية رحمه الله عليها. وهذه الاعتراضات دقيقة جدا، هذه الوجوه التي ذكرها في الجواب على هذا الاعتراض دقيقة جدا، تحتاج إلى تركيز وانتباه، ولو أن طالب العلم قرأها قبل حضور الدرس حتى يكون على تصور لها لكان ذلك أفضل. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.